زاهر مش مجرد مصورة شاطرة وبتصور مودلز حلوين ولزاز، لا 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 يا جماعة، الموضوع أكبر من كده بكتير. دي واحدة شاطرة اشتغلت على نفسها جامد جدا لحد ما وصلت لحلمها. كانت بتشتغل في شركة كبيرة بمرتب كبير وقعدت سنين طويلة وكانت ناجحة جدا، وقررت تسيب كل ده عشان تمشي ورا حلمها، وبقت أول واحدة مصرية تعمل شوتس لديار وشانيل وجوتشي كمان. ازيك يا امينه؟ اخبارك ايه؟ تمام لا بصي، بصراحه سي في خطير. يعني انا عارفه ان قبل ما تبقي مصوره كان السي في بتاعك قوي جدا طبعا، بس دلوقتي قدرتي فعلا تحققي حلمك ووصلتي لكل اللي كان نفسك فيه، وطبعا ان شاء الله يكون في كمان احلام اكبر من دي كمان تحققيها ان شاء الله. انا عايزه اعرف ازاي قدرتي تاخدي القرار بتاع انا هسيب كل ده بقى واجرب وهروح ورا حلمي، بس انا عايزه ابقى مصوره. يعني ازاي جالك القلب تعملي حاجه زي دي؟ انت كان عندك شغلانه ثابته ومرتب ثابت والدنيا كانت تمام. يعني والله بصي، ساعات لما بفكر في الموضوع ما ببقاش عارفه انا عملت كده ازاي بجد. يعني ساعات بقول لو الوقت رجع يمكن ما اعرفش اعمل كده تاني. بس انا وقتها كنت اوبسست قوي بالتصوير، وكنت بروح المكتب كل يوم احس ان انا مش لاقيه نفسي. يعني انا حتى مكتبي الوحيد كان دايما كله صور انا مصوراها وكده، وكنت بقعد اخد كورسز اونلاين كتير، شويه فوتوغرافي شويه فوتوشوب، كنت لنفسي يعني ما كانش عندي بلانز، ما كانش عندي اي بلان خالص. لغايه ما مره انا فاكره كنت مع حد من صحابي، امير عيد اكيد انت عارفاه، طبعا فنان، وهو كان مسافر امريكا وقال لي ما تسافري تاخدي كورس ما دام انت بتحبي التصوير قوي كده. فالفكره جت في مخي وابتديت ادور شويه، وبعدين لما دورت في مرة طلع لي زي إعلان عن جامعة في أمريكا اسمها نيويورك فيلم أكاديمي، طبعا مشهور جدا. فلقيت إعلان أن الكورسز هتبتدي كمان كم شهر، فحسيت it might be a sign why not. علامة علامة والله فعلا. أنا كنت بتلكك يعني، فدخلت يعني عملت sign in على طول وطلعت الفيزا وكل حاجه، ولقيت كل حاجه ماشيه، فقلت خلاص انا هسافر وارجع اشوف هعمل ايه. طالما الموضوع مشي من عند ربنا فخلاص بقى، دي علامه بالظبط ان شاء الله. طب قعدتي قد ايه؟ درستي ايه بالظبط في نيويورك فيلم اكاديمي؟ بصي انا ما قعدتش كتير، الكورس كان 3 شهور. درست، بصي هقول لك حاجه، يعني مينلي تكنيكلي انت ما تقدريش تتعلمي تكنيكلز كلها في 3 شهور، يعني ده ولا حاجه. هم بيعلموكي في الشورت كورسز دي اكتر الهيستوري، فهما كانوا بيتكلموا قوي على الهيستوري اوف فوتوغرافي والهيستوري اوف فاشن وكده. فكانت بالنسبه لي هي دي فعلا الحاجه اللي تريجرد ان انا بقى انسبايرد قوي قوي، ولقيت نفسي لا انا مش قادره، يعني انا لاقيه نفسي. انا كنت حتى الفاينل بروجكت انا جبت فيه ستريت ايز، وكنت وانا مش شخصيتي يعني، انا مش شاطره دي. ما كنتيش موس في المدرسه او في الجامعه خالص. اي واز سمارت بس مش اللي هو مش موس، مش دحيحه خالص. بس لقيت بس لقيت نفسك شاطره جدا في دي، لان اي واز باشنت قوي، عشان انت حبيتها، كنت مبسوطه. فلقيت هو لا ايه ده، انا لاقيه نفسي جدا. طب خلاص رجعت مصر بقى، قدمت استقالتي وبس، باي باي بقى انا هسيبكم بقى خلاص. نطيت كده فاهمه براسي، وبعدين كنتش عارفه خالص انا ناويه اعمل ايه، بس يعني جت الحمد لله.